ما الشبهات التي يحتار فيها بعض الناس حول هذه الفئة هداهم الله، أن الخوارج عبر التاريخ كانوا في مواجهة وقتال ضد ولاة أمر المسلمين وقتال واستحلال دماء المسلمين، أما هذه الفئة فهم يقولون إننا في مواجهة وقتال مع رؤوس الكفر من النصارى واليهود ومن يواليهم ويناصرهم. الذين يقتلونهم الآن في الرياض هم يهود ونصارى ولا مسلمون؟ اللي يسكن عليهم البيوت الآن والمساجد والمكاتب هم مسلمون ولا يهود ونصارى؟ يقتلون المسلمين، وكذلك يقتلون المستأمنين من الكفار. اللي عندنا مستأمنون لهم عهد لا يجوز قتلهم وفاء بالعهد بينهم وبين المسلمين، ليس هذا قتالا للكفار. قتل الكافر المعاهد ليس قتالا للكفار، وإنما هو خيانة للإسلام وخيانة لذمة المسلمين. نعم.